لأن ديفولب الكاتاراكت بدأ يبدأ عند كاتاراكت. برنامج اليوم هو الاحتفال باليوم العالمي للإبصار ليقام سنويا كل سنة من سنة 2000 إلى يومنا هذا إلى سنتنا هذه كل سنة يقام طبعا بدعم من منظمة الصحة العالمية. الاحتفالية باليوم العالمي للإبصار تكون كل سنة في أو تاني خميس من شهر 10 من كل سنة. المبادرة كانت في سنة 2000 من أحد المنظمات العالمية، وبعدين تبنت المبادرة هذه منظمة الصحة العالمية. الغرض الأساسي من الاحتفالية اليوم ومن إقامة الحدث هذا هو التعريف بالمشاكل البصر وفقدان البصر والعمى، وفي نفس الوقت اللي هو أن نحاول بقدر الإمكان أن ننشر ثقافة الوعي ما بين الناس. وهذه المتور اللي هي تكون واحدة مش من الدرج نشوفها واحدة. عشان نديرو نلجأ ونقول للرياكشن حتى لو كاتب مش يعني يعتبر يوم عالمي كل دول العالم اللي تندرج تحت منظمة الصحة العالمية تحتفل به. والمنظمة اختارت شعار لسنة هذه يكون عبارة عن I care everywhere. من ناحية كيف تحتفل به ليبيا، للأسف الشديد في قصور كبير من ناحية الاهتمام بصحة العين، وخصوصا من ناحية الأمراض اللي هي ممكن احنا نقدر نتفادوها، اللي هي يسمى فيها الأفويدبل بلايندنس، اللي تقدر لو فعلا يعني اهتميت بها من الأول انك انت تتفادى حدود العمى. الفترة الأخيرة بحكم صار عدم وعي من كل الأطراف، يعني او ممكن نقول احنا تقصير كبير من وسائل الإعلام، تقصير من الدكاترة، تقصير من القطاع الصحي، إنه ينبه الناس بأهمية الكشف الدوري للعين كل سنة، وثانياً وبصفة خاصة للناس اللي هم عندهم مثلاً السكر، ولا للناس اللي حتى كذلك مثلاً من ناحية أمراض العين، من ناحية الناس اللي عندهم الجلوكوما. بنقدر الوصفة خط هنا كبير، نكتب خط كبير.